مساء الخير مشاهدينا الكرام، يسعدني أكون معاكم في أولى حلقات برنامجنا وبرنامجكم حكايات فنية. برنامجنا هنتكلم فيه عن حياة نجوم الزمن الجميل، سواء في السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التلفزيون، وهنكون معاكم دايما كل يوم أربع الساعة 2 ظهرا. برنامجنا هنتكلم فيه عن كواليس وأسرار وحياة نجوم الزمن الجميل بمعلومات حصرية ومؤكدة، وإن شاء الله نتواصل دايماً ونكون دايماً عند حسن ظنكم. بسم الله نبدأ حلقة اليوم عن النجم الراحل محمود ياسين اللي رحل منذ عدة أسابيع قليلة، لكنه عايش بأعماله القيمة الهادفة اللي فادت المجتمع سواء أعمال وطنية أو أعمال اجتماعية. بيسعدني ويشرفني يكون ضيفي النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ طاهر شلبي. اهلا بيك معانا يا استاذ طاهر. اهلا بيك يا معتز، مبسوط ان انا معاك النهارده. انا الاسعد بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله تنورنا باستمرار في البرنامج. طاهر، كنت عايز اسالك، انت قابلت الاستاذ محمود ياسين يجي من 10 سنين ونشات بينكم صداقه ومعرفه قويه جدا في اخر 10 سنين من حياته. كنت عايزك تسالني، واجريت معاه اكتر من حوار، كنت عايزك تقول لي ايه اكتر انطباعات حضرتك شفتها وجوانب خاصه عن النجم الراحل محمود ياسين. الله يرحمه الأستاذ محمود ياسين، أنا قابلته لأول مرة في حفل تأبين المخرج الكبير حسين كمال في المسرح الصغير في الأوبرا، وبعد كده قابلته في كنا في جنازة أحمد زكي، كنت طفل صغير ساعتها، فباخد رأيه في علاقاته بالناس دي في مجلة علاء الدين. بعد كده قابلته في معرض الكتاب، كانوا عاملين له حفل تكريم هناك على هامش المعرض، وأجريت معاه حوار في الكواليس. من ساعتها امتد الصداقة. العلاقة بينا، مش هنقول صداقة، لكن حتى لو كان هو قالها وصارت بيننا صداقة الأب لابنه، لكن المعرفة والاتصال الدائم واللقاء الدائم لحد ما جت فرصة مسلسل ما في الاسم سنة 2010، ونظرا للقرب من الفنانة سميرة أحمد ساعتها، فكنت باستمرار في الكواليس. كان راجل ودود جدا جدا جدا، ما نسالوش يوم في التصوير. كنا في أكتوبر هنا في أكتوبر، كان الجو بالليل برد شويه، فانا قلت اول واحد هينزل، ما كانش معايا العربيه يومها، اول واحد هينزل وينقل القاهره وكده هنجي معاه. فلقيت الاستاذ محمود، قلت له استاذ محمود من فضلك انا عايز اجي معاك ايه بالعربيه. تخيل الراجل، يا سلام بس كده، تعالى وتفضل، ويكسفك بذوقه طبعا، يعني يجي يقول لك ايه، اسمح لي اركب انا قدام جنب السواق، اخلاقه عاليه. تخيل وخلال نص ساعة اللي كانت من أكتوبر للقاهرة للوسط البلد يحكي لك بقى كأنه يعرفك من سنين طويلة، كان عشري وبيحب الناس جدا وأصدقاء إلى أقصى درجة. فده موقف أنا ما انساهوش. بستأذنك بس، معانا اتصال النجمة الجميلة رانيا محمود ياسين. مساء الخير يا مدام رانيا. أهلا، مساء الخير، إزاي حضرتك؟ الله يسلمك، إزاي حضرتك، عاملة إيه؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. الله يخليك. النهاردة حلقتنا عن النجم الكبير الراحل لكنه يفضل عايش دايما بينا بأعماله، الفنان محمود ياسين. كنت حابب أسأل حضرتك عن الأب محمود ياسين، كان إزاي معاكو كأب وهو فنان يعني مشهور ونجم كبير في السينما والمسرح والتلفزيون أيضا؟ والله بابايا يعني الكلام فيه ما بيخلصش الحقيقة. كأب يعني وكفنان طبعا هو معروف بالنسبة لكم، هو إيه ومكانته طبعا معروفة يعني أكيد، لكن كأب الحقيقة هو كان أب ملوش مثيل الحقيقة. ومن الطفولة وأنا شايفة أن هو يعني مشغول ونجم، ويمكن بنقعد أيام ما نشوفوش، إلا أن هو كان دايما مهتم بينا وحريص علينا جدا ومركز في مذاكرتنا ويشوف احنا ايه اللي احنا محتاجينه او اللي احنا ممكن نبقى عندنا مثلا نقاط ضعف فيه، فيبقى عايز يساعدنا. يعني يكلمني من زمان بقى من استوديو نحاس واستوديو اهرام، من التليفون الاستوديوهات يعني، أيوة كانش فيه موبايلات بقى ولا حاجه. تخيل النجم ده يعني في كل اللي هو اللي عنده ده والشغل والضغوط اللي عليه، وهو فتح الشاشه الاول طبعا، والا انه اولاده واخدين قسط كبير من تفكيره واهتمامه،
ومامي الحقيقه كانت يعني ما كانتش مقصره، يعني هي قعدت 6 سنين بعد ما خلفتني انا وعمرو متواصلين مع بعض، ما نزلتش اشتغلت، وكانت وجدتي تفرغت الله يرحمها للأسرة. كانت معانا برضو، فيعني هو كان ممكن يبقى مطمن علينا برضو، لكن لا هو كان بيتابع طول الوقت، ولو في اي حد عنده اي حد مثلا مذاكره ناقصه، موضوع تعبير مش عارفه مثلا اكتبه، اقول لك النوفلز بتاعت النوفلز انجلش يعني بتاعت تشارلز ديكنز وكده، لو في حاجه مثلا كلمات مش فاهماك، طبعا ما كانش في زمان جوجل سيرش ولا جوجل ترانسليت ولا الكلام ده، طبعا فكان يرجع يقعد يطلع لي كلمات من الدكشنري كلمه كلمه، والاقيه اصحى من النوم الاقيه عامل كل تفصيله ومفسر لي كل جمله، فاقول له بابا حضرتك ما ترهقش نفسك قوي كده، انت بتكتب كل تفصيله انا فاهمه، بس ان انت قول لي اللي انا بس مش عارفه اللي انا معلمه لك عليه، يقول لي لا انا بعمل لك اللي انت معلمه لي عليه واللي انت مش معلمه اللي انت مش معلمه عليه يعني. يعني كان حريص طول الوقت ان هو يبقى معانا، يعني الى جانب انه كان دايما برغم برضو مشغولياته كتير، كان كل سنة لازم في المصيف ده لازم شهر 8 ده مالو، لا يعني ما بيشتغلش لا يرتبط بأي عمل برغم انه كان بيبقى عليه ضغط جامد جدا، لا طبعا يقول لهم طبعا لا الشهر ده بتاع الولاد لازم اخدهم يصيفوا، ففي رعاية طول الوقت وكان في اهتمام وفي حب، ده غير بقى حبه وحنانه ودفئه واهتمامه، ولو حد فينا متضايق ولو حد فينا قلقان من حاجة، يعني انا عمري ما حسيت ان ابويا مش موجود، يعني عمري ما حسيت ان ابويا راجل مشغول طول الوقت ما كانش وانا مش مقصر عارفه ايه، ابدا في دوره ما كأب حصليش ده في اي وقت، آه. يعني في اي وقت من مراحل عمري لحد ما اتجوزت انا عمري ما حسيت ان بابايا يعني انا محتاجاه ومش لاقياه، يعني هو الحقيقه طبعا ما كانش مقصر ابدا في دوره كأب، زي ما كان ناجح في السينما ايضا كان ناجح كأب واسره ناجحه جدا طبعا. الحقيقة هو كان حريص جدا على فكرة الأسرة، على فكرة ان احنا دايما نبقى مترابطين، على فكرة ان احنا هقول لك حاجة، يعني اتفضلي. يمكن انت هتستغرب، تصور ان انا من كتر خوفه عليا ما كانش بيوديني نوادي، يا خبر ابيض. والله العظيم، وتعرف ان انا عمري ما طلعت رحلة، كمان يمكن الكلام ده الناس تستغرب منه، انا يقول لك لاول مره ازاي يعني بسمعه. فنان بقى وكده ومفروض بنته تبقى يعني تعيش حياتها عادي وكده، لا 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 لا، انا ابويا كان متحفظ جدا وبيخاف علينا جدا وبيخاف على بنته بالتحديد، عشان انا بنت طبعا بالاكتر، يعني انا ما كنت اقول لبابي ان انا اصحابي كلهم بيروحوا النادي وانا مش بروح، يقول لي لا تروحي مع الاسره، اقول له طب ما الاسره ما بتروحش النادي انتوا عندكم شغل، او يقول لي ومشغولين لا هتروحي يبقى مع مامتك وواحده من صديقاتها وواحده من وبنتها، غير كده ما تروحيش. عمري ما طلعت رحله اللي هي ممكن لو اروح وارجع حتى في نفس اليوم، لا لا مش الكلام ده، الله يرحمه كان فنان قدير وكان ناجح كفنان وأيضا ناجح كأب وكأسرة. يعني بشكرك جدا يا مدام رانيا على مكالمة شكرا حضرتك، وإن شاء الله نتواصل دايما، وإن شاء الله هو هيفضل عايش دايما في قلوبنا بأعماله اكيد القيمة الجميلة. اكيد ان شاء بشكرك الله، جدا يا مدام شكرا رانيا. يا فندم، الله شكرا يا فندم، يخليك أستاذ طاهر، برجع لك مرة تانية. معك كنت عايز أسألك، يعني كلمني عن ميلاده ونشأته في مدينة بورسعيد الباسلة. الأستاذ محمود. اتولد ونشأ واتعلم في محافظة بورسعيد، يمكن ما سابهاش إلا وهو عشان يلتحق هنا بكلية حقوق جامعة عين شمس. بالظبط. الأستاذ محمود اتولد في أسرة مكونة من 13 فرد، الأب والأم و11 من الأبناء، ترتيبه بينهم كان السادس. تقدر تقول الأب كان له دور مهم جدا، لأنه علمه أو رباه إنه يكون شخصية مستقلة تعتمد على نفسها. الأب هو فؤاد ياسين، كان موظف في شركة قناة السويس قبل تأميمها سنة 56 وتبقى هيئة قناة السويس. فبحكم الوظيفة كان له فيلا في شارع أحمد ماهر في الحي الأفرنج في بورسعيد، اتولد ونشأ فيها محمود ياسين لحد سن 12 سنة كان فقد الأب، فبالتالي نقل لمكان تاني. في مرحلة الابتدائي ثم الروضة الابتدائي ثم الإعدادي، بدأ من مكتبة أخوه الكبير فاروق يوعى على وش الدنيا، تمام، وده خلاه كمان إنه من نفسه يحوش مصروفه ويجيب كتب، سلسلة اقرأ مثلا، سلسلة الكتاب الذهبي، طبعا السلاسل دي كانت مهمة بالنسبة له، الأدب المسرح العالمي هو كان حابب إن يثقف نفسه وكان حابب جدا، القراءة جدا، واللي يعني ساعده على مفيش كده شك في أخوه ده. الكبير فاروق.
لحد ما جت اول فرصه له في سنه اولى اعدادي يشترك في فريق كشافه، عمل معاه معارض فنيه كتيره جدا. بعد كده جت الفرصه تانية في ثانوي، قابل بقى شله من ناس جم معاه في نفس السكه، سكه المسرح، بيحبوا المسرح، سمير العصفوري، سيد طليب، عبد المعطي خليفه، عباس احمد، الناس دي كلها عملوا بعد كده معاه فرقه سموها فرقه بورسعيد، فرقه الطليعه البورسعيديه المسرحيه. ودو بعد كده راحوا بعد كده نادي المسرح، علشان نادي المسرح ده من اهم النوادي جدا في على مستوى مصر. طبعا طبعا. نادي تاريخه قديم. في وسط بورسعيد كان يفخر دايما يقول لي ايه؟ بورسعيد الوحيده اللي فيها نادي مسرح. يقول لك اشتغل عليها جورج ابيض، اشتغل عليها فرقه مصر رمسيس المسرحيه. فبالنسبه له ده كله خلق منه، بورسعيد شكلت فيه جزء كبير، هو ما انساش بورسعيد في يوم من الايام. حتى لو ما جه القاهره. بس معانا اتصال تليفوني، مدام صفاء. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك استاذ معتز. اهلا بيك يا مدام صفاء. اهلا وسهلا بيك وحضرتك، برنامج لسه جديد وان شاء الله بالتوفيق يا استاذ معتز. ميرسي، ربنا يخليك. الله يخليك يا رب. حلقتنا النهارده عن النجم الكبير محمود ياسين، يا ترى ايه احب الاعمال لحضرتك اللي بتحبيها للنجم الكبير؟ والله الفنان محمود ياسين شخصية محترمة وجميلة، وكنا يعني بنحبه جدا وبنحب تمثيله، شخصية جميلة بيتقمص الدور اللي بيسند له، لو شر يطلع بدور الشر وكأنه فعلا هو شرير في الحياة، ولو رومانسي برضه ما شاء الله عليه كان بيتقنه جميل جدا. تابعت له تمثيلات جميلة جدا، تمثيلات زي تمثيلية العصيان ده انا بموت فيها. حلو قوي. وسوق العصر كان دوره روعه روعه واتقان جامد جدا ما شاء الله عليه، الله يرحمه. هو الحقيقه تالق في السينما والمسرح والتلفزيون، مفيش شك في ده. لا طبعا الافلام جميله، يعني حب وكبرياء انا افتكرها. الفيلم ده جميل جدا، رومانسي جميل، والخيط الرفيع مع الفنانه فاتن حمامه كان رائع، كان دوره رائع جدا فيه، جميل قوي قوي. وبرضه حضرتك يا استاذ معتز، الافلام الوطنيه كانت الرصاصه لا تزال في جيبي، دي من اشهر افلامه، جميله قوي طبعا. والله ربنا يرحمه يا رب، يا رب يا رب يرحمه. هو يفضل عايش دايما باعماله الجميله القيمه دي كلها. طبعا عايش في وسطنا باعماله الفنيه الجميله، عمرنا ما ننساه، شخصيه جميله ومحبوبه وعمرنا ما ننساه ابدا والله. فعلا بشكرك جدا يا مدام صفاء على مكالمه حضرتك. شكرا يا استاذ معتز، الله يكرمك يا استاذ معتز، وبالتوفيق يا رب برنامجك الجميل ده ان شاء الله. ربنا يخليك، متشكر قوي. معلش برجع لك معك مره ثانيه. انا كنت عايز اسال حضرتك ازاي جت المشاركه في اول عمل سينمائي ليه؟ وتقدر تقول هو لما اتنقل للقاهره كان رغبه بعد وفاه الاب، كانت رغبه الام انه يلتحق بكليه بلاش مساله التمثيل دي. لكن هو كان عايز يخش معهد الفنون المسرحيه، لكن رغبه للاسره التحق بكليه الحقوق جامعه عين شمس زي ما قلت لك. اول فرصه جات له من خلال سعد أرضش لما قدم مسرحيه اسمها الندم على مسرح التلفزيون. بعد كده توجه للمسرح القومي وقدم مسرحيات زي وطني عكا والحلم، ولحد ما جات له فرصه اكبر برضه من خلال المسرح القومي وقدم مسرحيه اسمها، يعني هو ابن المسرح القومي من البدايه. هو ابن المسرح القومي بالظبط، ظل فيها سنوات طويله يعني. لا قعد فتره طويله جدا في المسرح القومي لحد ما تعين سنه 67، السنه اللي حصل فيها النكسه. فقدم مسرحيه ليله مسرح الشفاره مع سناء جميل. دي كانت اول فرصه، لان من هنا يوسف شاهين شافه عشان يختاروا في فيلم الاختيار قدام سعاد حسني. كان مكان دور الاستاذ عزت العلايلي. اما انا اقول لك القصه. فبالمناسبه هو الاستاذ محمود تعين بعد كده رئيس مدير للمسرح القومي اللي من فبراير 88 لابريل سنه 90. فجاله يوسف شاهين حب ان هو عايزه الفيلم الاختيار، وفي نفس الوقت جاله عرض من حسين كمال لفيلم نحن لا نزرع الشوك مع النجمه الكبيره. فهو كان محتار ما بين الاثنين، مش عارف يعمل ايه. فهو مضى مع يوسف شاهين على فيلم الاختيار قدام سعاد حسني. في نفس الوقت لما جاله حسين كمال وقال له هتمثل قدام شاديه، ما بقاش عارف يعمل ايه. فراح يعتذر ليوسف شاهين. يوسف شاهين قال له ما ينفعش. فهو دلوقتي واقف في مطب صعب جدا بين الاثنين بالظبط. فده عايزه وده عايزه. فلحد ما قرر انه يشترك في فيلم نحن لا نزرع الشوك قصاد شاطئ. وكانت انطلاقه يعني هو حتى يومها كان
متضايق ما هوش عارف يعمل ايه. لما نزل من عند يوسف شاهين في مكتبه في شامبليون يروح يقابل الحاجه شهيره في اكسلسيور في وسط البلد مبقاش عارف يعمل ايه. بالمناسبه انا كنت عايز اسالك ازاي اتعرف على زوجته النجمه القديره الكبيره شهيره وهي حب عمره وكان بالنسبه لها هو حبيب العمر ايضا وزواج استمر اكتر من 45 سنه، ازاي جت بدايه التعارف بينهم؟ الفنان والمخرج المسرحي الكبير كرم مطاوع كان حابب انه طلبه سنه اولى في معهد الفنون المسرحيه يروحوا يتفرجوا على الاستاذ محمود في مسرحيه ليله مسرح الجفرة في المسرح القومي. لكن شهيره يومها اعتذرت عن الحضور. تمر الايام وتروح بالصدفه كان يبقى قاعد الاستاذ محمود الله يرحمه مع محيي اسماعيل في الاستوديو وهي تعدي من قدامه فقال لك ايه البنت التنكه دي؟ وهي اللي كانت تنكه ولا حاجه لكن هو الموقف اللي هي كانت فيه كان صعب لان والدها كان متوفي قبلها فتره وكانت لابسه اسود في فتره حداد حزينه لسه بالظبط فهو اعتقد كده وهي في نفس الوقت قالت ان هو برضه ايه التنك تفهم فخدوا فكره وحشه عن بعض وده ما كانش صحيح ده كان البدايه لحد ما جم عرضوا عليها دور مذكور ثابت جابها له عشان فيلم اسمه صور ممنوعه هو ما كانش مقتنع بفكره وجه جديد لا انا عايز سعاد حسني عايز حاجه ستار مش عايز نجمه عايز نجمه كبيره ومعروفه ومشهوره زي سعاد حسني فرفض فكره الوجه الجديد وفين وفين على ما عملوا فعلا الفيلم وكان يعني معظم تاريخه قدموا اربع افلام مع بعض وثلاث مسلسلات. طيب معروف عن الفنان وبالمناسبه قبل كان كان الفرح تم يعني هم اتخطبوا 9 شهور الفرح تم بعد 28 يوم من رحيل الرئيس جمال عبد الناصر فتم الفرح في شهر اكتوبر سنه 70 في فتره الحداد وكان شاهد على عقد الجواز المشير احمد اسماعيل ولان عمها هو احد القاده العسكريين هو اللواء علي حمدي احد القاده العسكريين المهمين جدا. من اكثر الفنانين قربا وصداقه للفنان محمود ياسين؟ الاستاذ محمود كان بيود الناس كلها ومحبوب من الناس كلها وكان عشري جدا وصاحب واجب جدا وبيسال على الكل مهتم يعني من الكبير للصغير الجيل اللي سبقه الجيل له ثم الجيل اللي وراه تفاهم؟ لا يعني كان علاقته كويسه جدا بالفنان الكبير وحش الشاشه فريد شوقي. فريد شوقي صداقه عائليه كانوا بالمناسبه زي ما مدام رانيا قالت في شهر 8 فعلا الصيف يعني صيف يعني اجازه كانوا بيروحوا هم جيران في المعموره في اسكندريه بعد يعني هم لا زال طبعا فريد شوقي وبناته بيمتلكوا الكابينه قصاد كابينه احد الوزراء المعروفين دلوقتي لكن الاستاذ محمود بعد كده راح الساحل الشمالي في الاخر كنت عايز اسال حضرتك برضو كان ليه موقف جميل جدا مع الفنان رشدي اباظه اثناء فيلم اين عقلي وهو طبعا قدم مجموعه افلام ناجحه ومتميزه جدا مع السندريلا سعاد حسني زي اين عقلي وعلى من نطلق الرصاص والحب الذي كان بس اين عقلي كان في موقف مؤثر بينه وبين النجم رشدي اباظه وكان له حظ كمان انه اكتر ابناء جيله اشتغلوا مع سيدة الشاشة العربية فن حمامة اشتغل أول خط الرفيع ثم حبيبتي ثم أفواه وأرانب بالظبط سعاد الموقف مع رشدي أباظة كان في أين عقلي في أين عقلي سنة 74 كان الفيلم ده كان سعاد حسني وفعلا رشدي أباظة في استوديو الأهرام كان قاعد فقال له أنت اللي هتكون اسمك البطل جنب على الأفيش جنب سعاد حسني فالأستاذ محمود اعترض قال له ده أنت النجم الكبير والبطل قال له لا بص ده جت فرصتك وده حقك لازم تاخد وقتك بالظبط هو كان نجم كبير في واداله الفرصه اداله الفرصه ان هو يكون بطل العمل وقرر ده بعد مرور الزمن الاستاذ محمود في 5 مشاهد من فيلم الجزيره كضيف شرف كضيف شرف عشان يدي فرصه للشباب لما المخرج شريف عرفه قال له انا ما شفتش غير حضرتك على الورق في ال5 مشاهد دي وفكروا بان هو براندو الممثل الامريكي في فيلم الاب الروحي فقال له انا شفتك كده تمام فالاستاذ محمود يؤمن بان كان زي ما كان يقول لك السينما شبه كان مؤمن جدا بالشباب جداً. طب ايه اكتر الاعمال اللي هو كان بيحبها جدا جدا وايه الاعمال اللي ما كانش يعني بيحبها قوي اعمال بص هو كان ربنا منحه صوت قوي ومميز واتقان للغه العربيه الفصحى واتقان اللغه العربيه الفصحى فده ساعده جدا في الاعمال التاريخيه يعني انا مره كنت في الاقصر كنت بشوف عرض الصوت والضوء في معبد الكرنك بالليل
تخيل التعليق الصوتي وهو بيصحبك في الجولة هناك، يعيشك الحالة. اتفرج على فيلم الرسالة وفيلم في نهايته وهو صوته، تعليق الصوت كان عامل ازاي. اتفرج على الليلة المحمدية الأولى لما كان بصوته. اتفرج على نشيد مصر لما وردة مع النجمة وردة، مصر الغالية أم الراية العالية. يقول لك يعني لا، أستاذ محمود كان بيميل دايما إلى الأعمال التاريخية اللي عشان إجادته للغة العربية وبصوته طبعا. ما فيش شك. طب إيه أكتر المواقف صعوبة في حياة النجم محمود ياسين؟ عانى من إيه وتعب في إيه؟ كلمنا عن النقطة. يمكن فترة المرض اللي حصلت عشان يغير شرايين في القلب. في نهاية التسعينات كان بيستعد لفرح ابنه عمرو، وكان طالع بيشوف الشقة، لأن الأستاذ محمود كان ساكن، أول لما سكن في مصر سكن في شارع المدينة المنورة في المهندسين، ثم انتقل لشارع علوبة في الهرم قبل ما يتنقل 6 أكتوبر. فالأستاذ محمود كان أصاب بشرايين في القلب، انسداد فيها، أدى إلى ضرورة إجراء عملية. تدخل الرئيس مبارك وطلب سفره إلى برة. قال له يا أستاذ لازم تسافر برة، أنت قيمة ولازم نحافظ عليها. فعلا. وشخط فيه وفي السيدة الحاجة شهيرة. لازم يسافر. الله يرحمه، وهو يفضل دايما عايش بأعماله القيمة الجميلة اللي هتفضل عايشة جدا في قلوبنا. وسيرته الطيبة يعني مواقف إنسانية مع الشباب ومع زملائه ومع كل اللي تعاون معاه واشتغل معاه. أستاذ طاهر شلبي الكاتب الصحفي، أنا سعيد جدا بوجودك معايا النهاردة ونورتيني. وأعزائي المشاهدين بشكركم جدا على المتابعة، وإن شاء الله لقائنا الأسبوع القادم في برنامج حكايات فنية مع معتز سعد. بشكركم وإلى اللقاء.